سؤال محير. لما يكون الرجل مرتبط بأنثى جميلة حسناء ذكية ومرحة ودمها خفيف وشخصيتها جميلة، إيه اللي بيخليه ينتقدها ويتهمها بما ليس فيها؟ ليه؟ هل هو قاصد ولا مش قاصد؟ وهل هو لو قاصد قاصد ليه؟ يعني ايه السبب؟ وهل هو لو مش قاصد معقولة جمال يعني شخصيتها ومظهرها ما لفتش انتباهه وخلاه يصحصح كده ويشوف التحفة الأنثوية اللي هو بيتعامل معاها؟ طب يعني لو انت شايف ان هي ذوقها وحش وان هي ما بتعرفش تختار وما بتعرفش ان هي ترتب وما بتعرف، طيب ما هي اختارتك، مش هي اختارت ان هي ترتبط بيك؟ اذا انت لما تقول ان ذوقها وحش، اذا انت اللي وحش. اهلا بيكم. يمكن انا حبيت ان انا يعني افتح الموضوع ده واتكلم فيه لان لاحظت في الفترة الاخيرة انطرحت اسئلة كتير قوي قدامي يعني ليها علاقة بالامر ده. هو سؤال محير. لما الانثى تكون جميلة وبتهتم بنفسها وشايفة ان هي تمتلك مقومات الجمال، ولما تيجي تقارن نفسها بالاناث اللي هي محيطة بيها تلاقي في فرق السما من الارض، ليه هذا الرجل بيعاملني كده؟ ليه بينتقدني؟ ليه يعني ليه؟ بيبقى سؤال محير ممكن يخليها تتجنن. فانا حبيت ان انا اتناقش معاكم في الموضوع ده واكتبوا لي ارائكم، ولو شايفين ان الحلقة دي مهمة وفيها افادة زي ما بقول لكم يا ريت تدوسوا لايك، ولو عايزيننا كمان نركز على النوعيات دي يعني من الحلقات واكتبوا لي ارائكم في التعليقات. يعني هو سبب واحد، يعني هذا الرجل لو انت انثى والرجل اللي انت مرتبطة بيه ايا كان بقى خطوبة ارتباط عاطفي زواج ايا كان، فاعرفي اعرفي ان دي ملهاش غير تفسير واحد حبيت ان انا اوضحهولك في حلقة النهاردة. انت افضل منه، خلصت. انت افضل منه، تفوقت عليه، حاسس ان شخصيتك مميزة عنه، اذكى منه، الناس بتحبك اكتر منه، مقبولة، طعمة، في إناث بتبقى إناث طعمة كده أو جذابة زي ما احنا بنقول، الناس تحب قعدتها على النقيض، الناس ممكن تنفر أو تنفر منه، هو ما بيعرفش يتكلم، ما عندوش سياسة أصل الكلام ده فن ومش أي حد يمتلكها، ما عندوش السياسة دي وعندك، أنت دم خفيف مثلا وهو دمه تقيل على النفوس، محدش بيتقبل، فبيشعر الرجل ان هو قليل قدام نفسه وقدامك. طب هي بيبدأ يفكر بقى كالآتي، يقولك هي جميلة وشخصيتها مميزة، اذا سيشعرها الناس ان هي شخصيتها مميزة، اذا هتحس ان هي مميزة اكتر واكتر، اذا هتشوف نفسها عليا او تبصلي ان هي اميز مني. طب اعمل ايه؟ افقدها ثقتها في نفسها، احسسها ان هي ولا حاجة، احسسها ان هي موهومة بنفسها وان هي عادية واقل من العادية، او مكسرها، احطمها، اخليها ما عندهاش ثقة في نفسها، مش حاسة بالمميزات اللي هي فيها، فتقوم بدل ما تعمل على تطويرها ممكن كمان تخسرها. يعني بعد ما كانت بتضحك والناس كلها بتحبها من الاحباط اللي هو يعني جلبوا ليها اصبحت مكتئبة وملهاش نفس، بعد ما كانت اجتماعية وبتحب الناس بقت انطوائية من الحزن، بعد ما كانت بتهتم ببشرتها وجسمها ورشاقتها خلاص بقى ملهاش نفس وتخنت كده، فيتلذذ. وتلاقي في نوعية كبيرة قوي، شريحة كبيرة قوي من الرجال للأسف تتلذذ. يعني انا عايز انتقل كده بالحديث واوجه ليك بقى، انت هو جمال الانثى اللي انت مرتبط بيها هو جمالك؟ يعني انا لما اشوف ان مراتك او خطيبتك او اللي انت مرتبط بيها جميلة، ما هي دي حاجة ايجابية ليك انت، والعكس صحيح. انا لما اشوفها وحشة في شخصيتها، لما اشوفها ان هي شخصية تافهة، ما دي برضو حاجة في وشك انت وتأثر عليك بالسلب، وانت مش واعي للنقطة دي، وانت مش واخد بالك من حاجة زي كده، انت هتستفيد ايه من تحطيمها؟ وتلاقي الأدهى في نوعية كمان من الرجال،
يحطم الأنثى اللي هو مرتبط بيها حتى في مستقبلها. يعني لو هي في دراسة عفوا وعايزة تكمل، تلاقيه بيحاول إن هو يكسر مقاديفها زي ما احنا بنقول. لو هي حتى عايزة تشتغل يحرمها، لو هي عايزة تطور من مشروع أو شغل هي بتجيد فيه ما يشجعهاش. ليه؟ هو السبب الرئيسي. يعني يقول لك انا راجل البيت وانا اللي اجيب فلوس، لما هي تبقى بتجيب هتشوف نفسها ومش هعرف امشي كلامي عليها. طيب ما انت ممكن ما تكونش مكفي بيتك، ما انت ممكن تكون بخيل، ما انت ممكن تكون ما بتصرفش كما ينبغي، ما انت ممكن تكون لا تجيد ولا تحسن الانفاق. يعني انا في النهاية هوجه نصيحة للاتنين. خلينا نبدأ بالرجل. لو انت معاك انثى مميزة ومن داخلك، انت ممكن ما تعترفش ان هي مميزة، من داخلك انت عارف ان هي مميزة، لان انت لو من داخلك ما انتش عارف ان هي مش مميزة يعني ما انتش عامل كده. لو انت من داخلك مقتنع ان الانثى اللي معاك دي ما فيهاش ميزات وان هي عادية، ما كنتش هتبقى حريص ان انت تحطمها بالشكل. خلي بالك ان هي ممكن تكون بعد ما كانت متقبلك ومتقبلة العيشة معاك، وممكن تكون كانت بتحبك، هتبغضك. ما هو في بعض الرجال بتمشي في فلسفة ايه، ما دام هي بتحبني اعمل اللي انا عايزه، ما مش هتقدر ان هي تكرهني. مين قالك كده؟ كتير من الاناث ممكن تنتقم اشد الانتقام وتهجر وتبتعد عن الحبيب بسبب حاجة زي كده. هي العملية مش عملية ان انت تأكلها وتشربها وتنيمها. العامل النفسي اهتم بيه، ان انت تحسسها ان هي انثى دي اهم حاجة، ان انت تحسسها بكيانها وبشخصيتها، هو ده اللي هي عايزاه منك. لازم حاجة زي دي ما تغيبش عنك. لو انت فاكر ان انت مادام بتصرف عليها اكل وشرب ونوم ولبس، خلاص انت كده عملت لايك، يبقى انت غلطان وستين غلطان وهتخسرها عاجلا ام اجلا. وانا قلت فن معاملة الاناث عامة مش معقد اطلاقا اطلاقا، لان هي حاجة جميلة. يعني دايما الانثى شيء رقيق، فتعامل معاه برقة ولين مش أكتر من كده. وخلي بالك إن أي حاجة ممكن تأثر فيها، وهم عامة دمعتهم أو دمعتهم بتكون قريبة. أنا بكلم بخاطب الرجل، لأني لاحظت من خلال الرسائل اللي أنا بشوفها إن في كتير من النساء بيتعرضوا للنوع ده من الإيذاء النفسي. يعني طبعا أنا بقول الأنثى اللي مرتبطة برجل من هذا النوع على طول على طول لو عندها فرصة ان هي تنهي العلاقة، انهي العلاقة، انهي العلاقة بدال ما تنتحري او بدال ما تموتي بحسرتك. رجاء يعني انا لو شايفة ان انت صبرتي على هذا الرجل، وانت ما هو الواحد بيبقى ليه رؤية كده، شايفة ان مفيش امل او الامل ضعيف، لو عندك فرصة ان انت يعني تخلعي منه زي ما احنا بنقول، اعملي كده اعملي كده. لان انا قلت قبل كده العمر ساعات، والعمر يعني احنا بنعيش الحياة مرة واحدة يا جماعة، مش هنعيش في نكد. ما عشناش اللي فات نحاول نعوض في ايامنا اللي جاية، وطول ما انت عايش قادر ان انت تسعد نفسك، بس فكر صح واختار صح، واعرف ان انت لو ما خفتش على نفسك محدش هيخاف عليك، واعرف ان دي حياتك وملكك انت. يعني انت صانع سعادتك او تعاستك. أرجو إن الحلقة دي تكون يعني فيها إفادة، جاوبت على السؤال اللي كان بيطرح من قبل بعض النساء، ووجهت أو حركت حاجة أو نبهت بعض الرجال اللي من النوعية دي لشيء أنا كان ليا هدف من خلال إن أنا من خلال أصلا إن أنا أعمل حلقة زي دي، كان ليا هدف إن هو يوصل لهم. برجو منكم في النهاية تدوسوا لايك اللي ما دسوا لايك لو شايفين إن الحلقة دي ممكن تفيد حد. بحبكم جدا وأتوحشوا.